حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم قال ابو عبد الله قال ابن عيينه من قال مولى بن ازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب